السلام عليكم، نشرح المختبر الرابع من الفارما، وهو يعتبر آخر المختبر داخل بالمدرسة. المختبر الرابع هو Roots of Drug Administrations in Laboratory Animals. احنا عندنا حيوانات اللي هنا مختبر التجارب نستخدمها، مثلا الفئران. فاحنا راح ناخذ Roots of Drug Administration، يعني شو راح اعطيهن الروت مالتهن، او الدراج شو راح اعطيها عن طريق اي روت، تمام؟ وراح اعدد الروتات مالتهن، تمام؟ عندنا Laboratory Animals. Animals are used in laboratory experimental. إذن animals are used in laboratory experiments، يعني بالمختبر يعني على مدى التجارب، for scientific and practical purpose، على مدى الأغراض العلمية والعملية، تمام؟ إذا راح استخدم الحيوانات على مدى التجارب بالمختبر لأغراض العلمية والعملية. The most common laboratory animals are rats. أكثر شيء كمان هسه راح نحدد هنا أربعة. الكمان الراتس، هذا هو الراتس، هو عبارة عن جرذان. طبعا هذا يكون يختلف عن اللي يعني بالبيوت أو اللي إحنا نعرفه، تمام؟ هذا يكون، هذا همة الماس اللي هو الفئران، وهذا الرابت يعني الأرنب، شوفوا هذا أرنب، وهذا هي غونيا بيك. غونيا بيك اللي هو سحولة خنزير غينيا. هنا بس الأربعة اللي هن المايس والراتس، هذا الراتس جريدي، والمايس الفئران، والرابت اللي هو أرنب، والغونيا بيك، تمام؟ هذا بس ذني زين. بينما احنا هسه شنو اللي راح نحكي عليها؟ راح نحكي بس على المايس والرايتس، مايس وراتس اللي هن الفأرة والجرذان. ليش نحكي عنهن؟ لأن أكثر اثنين مشهورات ويستخدمونهم دائما بالتجارب. زين، نقول لك إن الوايت مايس آند راتس الأبيض، اللي هنا المايس والراتس الأبيض، are the most widely used animals for experiments in medicine, chemistry, pharmacology, toxicology, biology, genetics. إذن يكونن أكثر شيء شائعات يستخدموهن بالميديسن، بالكيمستري، بالفارماكولوجي، بالتوكسيكولوجي، بالبيولوجي، بالجينيتيك. إذن هنا الثنيان اللي هنا الوايت مايس أند راتس. زين زين، شنو السبب؟ إحنا ليش نستخدم ذن الثنيان؟ نقول لك why rats or mice are used in research، ليش نستخدمهم بالأبحاث مالتنا؟ لأن هن يشبه لك الإنسان تقريبا، يعني من حيث الأناتوميكال. يقول لك إنه راتس أند مايس شار ماي ماني فيتشرز أند إذا نقول لك إنه راتس أند مايس شار ماني فيتشرز أت أناتوميكال سيلولار بايوكيميكال موليكولار ليفل وذ هيومان. إذا هذا الراتس والمايس ليش يستخدمون؟ لأنها تشترك لك ويا الهيومان بالعديد من الفيتشرز، عدد من الصفات اللي هي أناتوميكال سيلولار بايوكيميكال موليكولار ليفل. Also share with human brain function such as anxiety, hunger, circadian rhythm, aggression, memory, sexual behavior, other emotional response. إذن أيضا هم ترى اشترك لك ويا الهيومان بالبراين فانكشن، وظائف الدماغ اللي مثل ايش؟ مثل الانكسيتي، الهانجر، الجوع، السيركاديان ريثيم مالتها، والاجريشن، الميموري، السكسوال بيهايفر، والايموشنال ريسبونس، اذر ايموشنال ريسبونس. اذا كل هن راح يشتركن بي اذا احنا استخدمناهن الراتس والمايس، لان هن يشبه الانسان، بالتالي انا اقدر اجرب عليهن هواية ادوية او هواية امور حتى اشوفها شنو تاثيراتها على الانسان. بس انا ما راح اجرب بالانسان، لذلك راح اجربهن على الراتس والمايس، تمام؟ يعني هنا راح يشترك لك ويا الانسان عن طريق الاناتوميكال اللي هي سيلولار بايوكيميكال موليكولار ليفل، وذي هيمان تشترك لك عن طريق البراين فانكشن، تمام؟ الثالثه لان هنا احنا نستخدم هنا ريلاتيفلي تشيب، يعني رخيصات يكون نسبيا، انه عادي تقدر تشتري هواي اعداد من عندهم. بعد شنو عندي؟ ايزالي اكوموديشن ريلاتيفلي تشيب، قلنا انه هو لانه رخيص فعادي يعني تقدر تشتري هواي اعداد من عنده، ويكون ايزلي اكوموديشن يعني يتعايش بسهوله بالمكان اللي انت تجيبه، يعني عادي تقدر تجيبه تتعايشه بسهوله بالمكان اللي انت تجيبه. هما ايزي تو هاندل، يكون بسهوله ينمسك، تمام؟ يعني انت تمسكه وتجرب عليه بهذه يكون بسهوله. بعد يكون ايزلي هاوسد اند ماينتنت، انه عادي يعني بسهوله تحافظ عليه، ماينتنت ويعني تديره هاوسد يعني هيك تخليه زين. بعد شو عندي؟ ذا جينيريشن، ذا جينيريشن تايمز ريلاتيفلي شورت، انه الوقت مالته حتى يصير ادلت هود حتى يكبر وينضج هو يحتاج بس 3 شهور.
يعني من هو بعدها استوى هو شنو هو بالله بيض لو ولد anyway يعني هو من الولد لحد ما يعني يصير adult hold هو 3 months 3 شهور ويكون اللايف سبان مالته يعني مدة حياتك تكون سنتين بس تمام اذا هو يصير adult hold مدة 3 شهور 3 شهور بس سنتين هي اللايف سبان مالته هنا ذني يعني ما ادري ايش احس المهمات انه why rats or mice are used in research ذن هنا النقاط مالته زين بعد أقول لك إنه roots of administration. roots مال administration مالاته. the administrations of the substances such as chemical compounds, drugs, antibodies, cells, other agents to mice or rats is one of the major methods for evaluating their biological activity. إذا شنو هو حتى أقيم البيولوجيكال أكتيفيتي مال الدراج أو مال الأنتيبوديز أو مال السيل أو غيرها وغيرها شو أسوي لهم أجي أسوي لهم اختبارات على المايس وعلى الراتس تمام سوي اختبارات ذن الدرجات اجيبه اسوي الاختبار على المايس او على الرات واشوفها شنو هو يعطيني نتائج هنا ذني حتى اقيم ايفالويتنج باي كيميكال اكتيفيتي من هذا الدرج تمام بعدين عود يلا استخدمه على الانسان يعني اجربه عليه عود يلا استخدمه على الانسان فذا ادمنستريشنز اوف ذا سبستانسز سوتش اس كيميكال كومباوندز دراجز انتي بوديز سيلز اذر ايجنتس تو مايس اور رات از ون اوف ذا ميجر ميثودز فور ايفالويتنج ذير بايولوجيكال اكتيفيتي زين بعد اقول لك انه root of administration is largely dependent on the property of the test substances and objective of the experiment يعني انت root مال administration يعني اعطيها شنو root يعني اعطيها orally intra internal او para internal او intravenous intramuscular وغيرها وغيرها شلون انا يعتمد على شنو يعتمد لي على التست البروبرتي اوف تيست سبستانسز يعتمد لي على الماده اللي انا اختبرها الخصائص مالتها الخصائص مال المادة اللي أريد أختبرها يعتمد لي على the objective of the experiment يعني الهدف من الاختبار أنا شنو أريد من هذا الاختبار شو بدي أسوي نشوف مثلاً الأبسوربشن من هاي المادة نشوف الميتابوليزم نشوف شنو هو من عندها فوفقاً لهذا الشيء أنا هم تاني أريد يعني راح أعتمد راح أسوي root of administration تمام اذا لازم ديبند اون ذا شنو هذا الروت اوف ادمنستريشن يعتمد على بروبرتي اوف ذا تيست اوف سبستانسز يعتمد على اوبجكتيف اوف ذا اكسبيرمنت يقول بي ذس روت باي ذس روت ابسربشن بايو افيلابيلتي اند ميتابوليزم اوف ذا دراج كان بي ستدي انه انت عن طريق هذا الروت تقدر تدرس الابسربشن البايو افيلابيلتي الميتابوليزم مالتها تمام principle of administration principle المبدا مالتها انه يقول لك good handling is the most important technique used انه يقول لك انه هو most important technique used for correct and successful administration انت لازم تتعامل وياه بتقنيه تكون صحيحه حتى تحصل نتائج صحيحه تمام good handling good handling لازم تمسكه بطريقه صحيحه is the most important technique used for correct and successful administration تمام حتى حصل ادمنستريشن صحيح وناجح لازم اني اسوي له جود هاندلنج يعني تمسكه وتعامل وياه بطريقه صحيحه انه يقول لك disposable gloves must be worn for injection لما نسوي انجكشن يعني لازم تلبس الجلافز اللي هي كفوف site of administration عندنا الانترنال ادمنستريشن الانترنال ادمنستريشنز هاز ذا ادفانتج that it is possible to give acute large amounts of non-sterile substances or solution. internal وين يعني؟ internal داخلية يعني تدخلها بالجي اي تي يعني تدخلك orally تمام؟ إذا قلت من internal administrations has the advantage that is possible to give acute راح تعطيك يعني إنه هاي تمكنك إنه تعطي large amounts of non-sterile substances or solutions راح تعطي كمية كبيرة من ال non-sterile يعني تكون مو معقمة substances أدري أنت تريد تعطي مثلا في حباية مال براسيتول تمام؟ تعطيها معقمة يعني راح تعقمها تطيها هي قبل يبلعها فيعني اكيد انا استيرال او سوليوشن او سوليوشن يعني تجي تجيب الشراب انت تعقمه ما صايره لانه هي اصلا انترنال ما بيهن تعقيم نان استيرال سبستانس اور سوليوشنز وتكون شنو لارج اماونت اما عندنا when using the oral routes is should be understood that substances cannot be destroyed by the gastric juice انه انت لما تطي هذه لما تستخدم هذا الروت oral route
لازم تكون تفهم انه هذا السبستانس لازم ما تدمر عن طريق الجاستريك جوس، تمام؟ هذا المواد لازم تدمر عن طريق الجاستريك جوس. That the food content of the stomach influences both rate and order of the gastric emptying. إنه هم مثلا لازم تكونك الفود تمام content of the stomach influences both rate and order of the gastric emptying. إنه هذا اللي هم مثلا راح يأثر لي على معدل الجاستريك emptying أو الترتيب مال الجاستريك مال يعني مثلا الجاستريك إذا كانت فارغة أو مملوءة أو هذه هاي هم مثلا راح تأثر لي بالأدوية اللي أنا أعطيها تمام. فهي هذين الأمور راح تأثر لي على الدواء. وهما تاني يعني لازم انه انتبه انه ما انطيه اياه او cannot be destroyed by the gastric juice، يعني ده هو يدمر عن طريق الجاستريك جوس ما انطيه اياه orally. The oral administrations the simplest methods for administrations is to give the substances with food or drinking water. هنا هذه انه الطريقه السهله حتى تعطي هذه الادويه تعطيها او هذه المواد تعطيها وهي الطعام او الشراب مال وهي الطعام او الشراب مالت مالت المايس او الرات. However this is not practical انه بالتالي هذه not practical with those that are unbleachable insoluble or chemically unstable or drinking water or when they rate the mucosa of the gastric tract. بعد يقولك انه انت صحيح انه انت انه راح تعطيها عن طريق انه تخلطها ويا الاكل مالته او يشرب مال هذه الفئران، بس انه هذه الطريقة يمكن تكون يعني مو ناجحة او مو ما تفيدك يعني 100% لانه مرات تكون هي unbleachable insoluble or chemically unstable in drinking water. يعني شنو يعني قصدهم يا اما تكون يعني يا اما تكون شلون يجي ما ذايبه بشكل كامل بالطعام او بالمي، تكون انسوليبل تكون يعني انستيبل او ما مستقره بهذا الدرينك والوتر، يعني عندنا هي خصائصها. اور وين ذي ريت ريتيت ميوكوزا او ذا جاسترو انتستينال تراكت، او ممكن راح اسوي لك تهيج للميوكوزا مال جاسترو انتستينال تراكت. هذه هي الاورالي الاورال ادمنستريشن. بالتالي انت شنو عندك؟ عندك انترا جاستريك ادمنستريشن، هذا جد شايف هاي الستيل هاي دخلوها كلها بحق المايس او الراتس، يدخلوها يعني من الماوث للفارينكس بعدين يدخلوها للايسوفاجوس، يعني وصلوها للايسوفاجوس. طبعا هاي الحافه مالتها شايفيها شلون صايره بال على شكل بال هيك مثل الكره، هاي صايره هيك حتى ما تسوي لك انجوري او ما يعني شلون اذا هي حاده يعني من جهه هذه تكون حاده فراح تسوي لك دمج او انجوري بالايسوفاجوس. بالتالي هم سووا شلون الدائره وهيك مثل الطوبه حتى ما تسوي بيه انجوري. بيقول لكم الدايركت ادمنستريشن باي اورال جافج عن طريق الاورال جافج از بريفيرد تو ميكسينج سبستانسز وذ فود اور درينكينج ووتر، يعني هنا راح يخلطون هم السبستانس ويا الفود ويا الدرينكينج ووتر وراح يدخلوها بهذه وهي تدخل هيك. فقال لك انه water by cause the intake of the substances is principally measured. هنا يعني راح يخلون الدخول هذه substances principally measured، يعني هنا راح يدخلوها هذه substances للإسوفاجوس. فقال لك انه ball tube needle is used to prevent damaging the esophagus. هاي ball tube شنو يعني ball tube؟ يعني نهاية ما تكون ball شلون دائرة، هذه هي ball tube. يمكن يستخدموها حتى يمنعون الدمجينج ذا إسوفاجوس، حتى ما يصير دمجينج بالإسوفاجوس. يقول لك إنه the needle is passed gently through the mouth and pharynx into the esophagus. راح تمر هاي شوفوا إنه هاي شلون دخلوا هاي شيء عن طريق حلقة للإسوفاجوس، بعدها راح تدخلك يعني من الماوث للفارينكس للإسوفاجوس. شوفوا هيك راح يدخلونه. الباري انترال ادمنستريشن يعني هو شنو يدخلونه؟ يعني يدخلون بالأكل فوق أو بالدواء، يعني شي يخلطوا هذي يدخلوا لي جوا ويا الأكل أو ويا المي، تمام؟ زين أما عدي البارا إنترال أدمنستريشن. البارا إنترال أدمنستريشن is administration of substances other than via the elementary canal to the
to the body in clots injection مثل injection إحنا ما نعطيه عن طريق injection أو نعطيه infusion أو topical application أو ممكن يكون inhalation أو implantation of the osmotic pump. هذه هي ما تاني يعني osmotic pump يسوون implantation يعني يزرعوها بالجسم ما أدري شلون يعني هي طريقة جهاز وهاي فشون البامب يعني تقوم تضخ له شوية قطرات من الدواء هيك تقوم تضخ له دواء وهذه ما أدري طريقة خاصة زين هسه هنا ذن الطرق اللي برا internal administrations يعني يتجنبون other than via the elementary canal يعني مو خلال elementary canal زين small amounts of solutions are injected and large volumes are infused يعني small كمية صغيرة من solution سووها injected يعني حقنوها بينما infused اللي هذه تتسرب أو تنضخ تكون large volumes كم large volumes تمام large volumes are infused and small amounts of solutions are injected. عندنا subcutaneous administration بعضنا شايلين جلد ماتي هيجي لي فوق ويخلون بيه الأبرة شوفوا يعني هاي وين هاي subcutaneous تحت الجلد يخلونها هذه الأبرة فيقول لك انه subcutaneous administrations are easily تكون سهلة قصدي are rarely painful تكون نادرا يعني ما بيها ألم painful rarely painful يعني نادرا تسوي لك ألم conscious mucosa can usually be used لذلك انه يستخدم conscious mucosa يقول لك the rate of absorption معدل الامتصاص is lower than from intraperitoneal or intramuscular injection يعني هسه معدل امتصاص السبكوتينس راح يكون لور يعني اقل من الانترابيريتونيال والاقل من الانتراموسكولار هذا السبكوتينس معدل امتصاصه يكون اقل من الانترامسكولار والانترابيريتونيال This route is used only for administrations non-rating drugs. Then هذه الروت يستخدموها only for administration non-rating drugs. يعني لازم درجات تكون مو مهيجة ما راح أسبب لك تهيج بالجلد وهذه. تمام؟ هنا بالجلد ما راح أسبب لك تهيج. لازم تستخدم درجات ما تهيجة. يقول لك إنه intraperitoneal administrations this is the most common route being technically simple and easy يعني هي أكثر واحدة كمان شائعة وتكون simple technically يعني راح تكون سهلة وبسيطة تمام and easy شوفوا يا هاي من intraperitoneal هنا أنا. هاي يعني peritoneal cavity راح يودوها زين But the rate of absorption by this route is usually one half to one fourth as rapid as from the intravenous one. يعني يقول لك إنه هي one half يعني نص أو ثلث مرة rapid as from the intravenous one. يقول لك أسرع من ال intravenous one. يعني واحد ونص هيك شيء يعني نص إيه تقريبا أو ربع. ربعي أسرع من ال intravenous one one half or one fourth as rapid as from the intravenous هذه مني هذه intraperitoneal هذا شنو هذا معدل امتصاص مالته يقول لك أسرع the limitations are the sensitivity of the tissues to irritating irritating substances least tolerance to solutions of non physiological pH نقول لك انه limitation مالت الحد شنو هي limitation مالت هذا ليش اني احد من عند هذه intraperitoneal لان هي حساسة تكون sensitivity of the tissues to irritating substances يعني راح يكون كلش حساس المواد اللي تكون مهيجة irritating least tolerance to solution راح تكون اقل tolerance يعني ما راح تتعود على solution اللي هو non-physiological pH تمام least tolerance to solutions of non-physiological pH يعني pH ما راح تقدر تتعود عليها اذا هي مثلا مو معتدلة او حامضية هاي least tolerance to solutions of non-physiological pH زين this should be isotonic لازم تكون شنو isotonic ولازم تكون cute large volume can be administrated by this route إذن لازم تكون isotonic تمام متعادلة وعادي تعطيها بلارج فولوم يعني بكميات كبيرة عن طريق هذا الروت فشنو هي خصائص يعني ما بيها شيء أول شيء شنو قال لك إنه هي كمان هذه intraperitoneal وتكون being technically simple and easy بعد شنو the rate of absorption يكون rapid one half or one fourth than intravenous one الليميتيشن يكون حساس للتشو تو ريتينج سبستانسز وليستورنس تو سوليوشنز اوف نون فيزيولوجيكال بي اتش بعد شنو يكون لازم تكون ازوتونيك شود بي ازوتونيك ويكون عاطي لارج فولوم كان بي ادمنستريتد باي ذس روت
أما الإنترافينوس أدمينستريشن أي فاتحته زين. الإنترافينوس أدمينستريشن شنو هي؟ أنت تعطيها عن طريق الفين. طبعا هاي يقولك الإنترافينوس إنجكشن هاز أدفانتج أوفر أذر روت سولوشنز أت هاي كونسنتريشن، يعني تكون لك شنو مفيدة أكثر من الأذر روت سولوشنز أت هاي كونسنتريشن. سولوشن راح يكون لك تركيزة عالية أو اللي يكون هاي أو لاو بالفي اتش عنده أو يكون ريتيتينج يعني يكون مهيج، هذا كله يقدرون يطلعون عن طريق الإنترافينوس لي تمام. اذا هو هاي كونسنتريشن سوليوشن او يكون هاي او لو بي اتش او يكون مهيج اريتينج كان بي ادمنستريتد انترافينوسلي كتبتيا انترافينوسلي بروفايدنج ذات ذا ريت اوف انجكشن، راح يوفر لك ريت اوف انجكشنز اسكيبت سلو اند ابليكيشنز ار تيكن تو افويد جيتينج ذا سوليوشن اوت سايد ذا فين. نقول لك انه انت حتعطيها على الطرف عن طريق الانترافينوسلي بروفايد، بس انت شنو بروفايد ذات ذا ريت اوف انجكشن اسكيبت سلاو، لازم شنو معدل الانجكشن معدل ريت اوف انجكشن لازم يكون بطيء تمام. ابلكيشنز ار تيكن تو افويد جيتينج ذا سوليوشن اوتسايد ذا فين، يعني انت راح تاخذ احتياطاتك حتى شنو حتى هذا السوليوشن انت وانت تحطه بالفين ما تطلع نيدر منه او منه ويطلع لك هذا المواد داخل خارج الفين، لان هنا اولا قلنا انه هنا مثلا ممكن يكون هاي كونسنتريشن او هاي او لو بالبي اتش او ممكن يكون ريتينج مهيجات، فذني اذا طلع خارج الفين راح يسوي لك مشاكل، بالتالي انت تتجنب انه تطلع هذه الماده خارج الفين تمام. وقلنا انه لازم تطيها بشكل بطيء سلاو زين. هسه عندك الكومباوندز ذات ار باورلي ابسوربد باي ذا دايجستيف تراكت، الكومباوندز المركبات هار تكون باورلي ابسوربد عن طريق الدايجستيف تراكت مي بي جيفن انترافينوسلي بات انترافينوس ادمنستريشن ريكوايرز تكنيكال اكسبايرز اند سكاب، يقول لك ان المواد اللي تكون يعني امتصاصها يكون فقير او قليل بالجي اي تي او بالدايجستيف تراكت بالتالي راح تعطيها انترافينوسلي، بس لازم الإنترافينوس أدمنستريشنز لازم تطلب لك يعني تقنيات تكون تكنيكال إكسبيرتس وسكال، يعني لازم تكون عندك تقنيات فنية ومهارة عنده تمام إنه يطيها هذا عن طريق الفين، لأنه الفين مالت الفاروز كون صغير بالتالي هو يعني لازم واحد عنده مهارة وهذه. And we like the syringe plus needle or the cutters must first be filled with the solutions to remove the IR bubbles. لازم يكون شنو يعني يكون تملي هذا السرنج بالسوليوشن حتى تزيل الاير بابلز الفقاعات مال الهواء، يعني شلون استمن تنطي الابره الانسان شو تسوي لو مو تاخذ الابره ونهايتها يعني شلون ما تخلي هواء جنبيها لان ما يصير الهواء يدخل جسم الانسان، ف يعني شلون تسحبها تخلي حتى الماده هي هاي سبستانس تطلع لي برا بحيث تتاكد انه ماكو فقاعات بمال الهواء، فهي هاي نفس الطريقه انه يقول لك انه هو حتى ما يتاكد او تطلع من عند هالفقاعات مال الهواء اير بابلز بالتالي لازم يمليها بالسوليوشن. قلت انه الادمنستريشنز ار يوجوالي ميد انتو ذا لاترال تايل فينز نوت انتو ذا دورسال تايل فين از ات از نوت سترايت، اذا الدورسال تايل فين دورسال هذا شو بيقول لك انه هو نوت سترايت يعني مو عادل، بالتالي انه هم اما يستخدمونه الدواء بيون يطيطوا باللاترال تايل فين يعني باللاترال يعني هو صاير ذيال هذا ذيال شوفوا وين يطيطوا يا فين باللاترال تايل فين، قالوا لك بالدورسال لا هذه خطا مو بالدورسال تمام. ليش مو بالدورسال؟ يعني الدورسال يكون نوت ستريت مو عدل. اما الانترا ماسكولار ادمنستريشن اللي داخل المصل تمام، هذا الانترا ماسكولار ادمنستريشن انه الاي ام قال لك ذس شود يوجوالي بي افويدد ان مايس، هذه عاده يجنبوها بالمايس اللي هنا الفئران از ماوس ماسلز ار سمول، ليش؟ لان الماوس ماسل تكون صغيره سمول بالتالي هم لهذا السبب راح يتجنبوها لان العضلات مالتهم صغيره، هنا يا عضلات قلنا الارم والثاي والجلوتيال تمام، ثاني عضلات مال المايس راح يكونون صغار فهم عاد يعني يقدرون يستخدموها ما جابوا طار الراتس فبالتالي عاد يستخدموها بالراتس، وحتى بالمايس يجوز يستخدموها بس يعني جزء نسبة قليلة. المهم هسه احنا نحكي عن بسرعة ما نقولك انه it may be given into the thigh muscle with injection volumes، هذا اعتقد راتس بالله مطية العضلة ال ايش اسمها الثاي مسل، اذا يطوها على طريق يا عضلة من عند هنا الثاي مسل وذ انجكشن فولومز،
انه اذا تب اوف نيدل اشد بي دايركتلي اواي فروم ذا فيمر اند سياتك نيرف. اذا هذين الفئران شنو بيهن؟ بيهن فيمر بيهن سياتك نيرف حال على الانسان. بالتالي انا من اعطيها لازم اتجنب الفيمر والسياتك نيرف، وان اعطيها اعطيها بالثاي، مش اتجنب اتجنب الفيمر والسياتك نيرف. تمام زين. هسه حدا ذا انيمالز از ان انسيتيزد اور از مانيوالي ريترايند باي انذر بيرسون. انه يقول لك ان الانيمال هنا لازم شنو؟ يا اما تخدره بيشوف كميه قليله لانه انت جوز ما تقدر تسيطر عليه من تعطيه هذه الانترا ماسكولار، او شنو او شنو، او يجيك فد واحد ثاني وياك يشتغل وياك يلزم لك اياه. تمام او تخدره. الاذر روتس هسه شنو عندنا؟ الاذر روتس اللي هي انترا ديرمال ادمنستريشنز والانترا ريكتال انترا نيزال توبيكال ابليكيشن انهاليشن انترا سيريبرال انترا سيريبرال والامبلانتيشن بامب. تمام اذا انترا ديرمال انترا ريكتال انترا نيزال توبيكال ابليكيشن انهاليشن وانترا سيريبرال وامبلانتيشن بامب. هذا النيل الاذر روتس الاخرى اللي نستخدمهن. تمام ها هي خلصت المحاضره وثانك يو.